السلام عليكم، ايه الاخبار؟ وعدنا بعد توقف شهر عن تنزيل الفيديوهات الجديدة على القناة، لكن ان شاء الله راجعين بكل قوة. عشان كده لازم تتأكد انك مشترك في القناة ومفعل جرس الاشعارات. فيديو النهاردة بتكلم عن برنامج قوي جدا في مراقبة اي هاتف اندرويد او الاي او اس الاجهزة الايفون. الحقيقة انا جربت البرنامج ده على تليفوني الشخصي ولقيت فيه كمية فيتشرز او مميزات بيقدمها البرنامج ده رهيبة حرفيا. بس قبل ما ابدأ عاوز انوه عن حاجة مهمة جدا، البرنامج ده موجه للاطفال فقط، يعني بدل ما الاباء بيمسكوا تليفونات اولادهم كل شويه وبيشوفوا هم بيعملوا ايه او بيفتحوا ايه، البرنامج ده هيخلي كل حاجه على تليفون الاب او الام، وانا اقصد كل حاجه يعني كل حاجه، رسائل ماسنجر، رسائل اس ام اس، يوتيوب، اي حاجه على تليفون الابناء هتكون على تليفون الاب او الام زي ما انت هتشوف دلوقتي. يعني انا مش مسؤول عن اي استخدام يخليك تشيل عليه ذنب او تعمل اي حاجه حرام بالبرنامج ده، لان البرنامج بيدي لك صلاحيات للتجسس على كل حاجة. انا عارف ان في ناس كتير هتبعت لي وتقول لي طب انت ليه بتتكلم عنه ليه؟ ببساطة الشركة المطورة للبرنامج ده بعتت لي الابليكيشن ده عشان اعمل عنه ريفيو مع المتابعين بتوعي. طب خلينا نروح نشوف البرنامج ده بيشتغل ازاي وايه اللي انا هعمله عشان اراقب اي جهاز اندرويد او ايفون. اول حاجة احنا هنروح على الجهاز اذا كان اللابتوب او بي سي او جهاز اندرويد اللي هتراقب منه، يعني تليفون الاب او المسؤول. اول حاجة هتدخل على الموقع بتاعهم وهي هسيب لك الرابط بتاعه في صندوق الوصف، وهنبدا ان احنا نعمل ساين اب علشان نبدا نكريت اكونت جديد، نعمل حساب جديد زيه زي اي حساب زي الفيسبوك او انستجرام، هنعمل حساب على الموقع ده. طبعا طريقه التسجيل في الموقع ده سهله جدا، بتكتب اول حاجه ايميلك، بعد كده الباسورد بتاعك، وبتكونفيرم الباسورد يعني بتاكد الباسورد تاني، وبتبدا تدوس ساين اب. طبعا هتوافق على الشروط وتعلم على اي اجري للشروط ديت وبتدوس ساين اب. هيبعت لك كود تفعيل على الميل اللي انت كتبته، بتاخد كود التفعيل اتبعت لك على الميل وبترجع تحطه في الموقع هنا، وبكده مبروك عليك انك عملت حساب على الموقع ده. بعد ما هتعمل حساب على الموقع هتلاقيه طلع لك فيديو بيشرح ايه اللي انت هتعمله على التليفون اللي انت هتراقبه، يعني التليفون بتاع الطفل. هتمسك التليفون بتاعه وهتعمل عليه شوية خطوات عشان يديك صلاحيات بكل حاجة. الشركة المطورة لما بعتت لي قالت لي ان البرنامج ده بيشتغل على جميع اصدارات الاندرويد من اول اندرويد 4 لحد اندرويد 11. انا كان عندي موبايل قديم شغال باندرويد 4، جربت عليه امشي الخطوات وبالفعل الخطوات نجحت معايا ومفيهوش اي مشكلة. كل اللي انت هتعمله على التليفون اللي انت عاوز تراقبه، بتفتح براوزر جوجل كروم وبتبدا تكتب اسم الموقع cliffguard.net. بعد ما هتقول له جو هتشد الشريط دوت من الشمال لليمين عشان يبدا يحمل معاك. هنا تحت بيقول لي جاري تنزيل الملف، بعد ما يحمل هتبدا ان انت تفتحه اذا كان من شريط الاشعارات فوق، او تدخل على مدير الملفات وتبدا تفتح فايل الابلكيشن عشان تسطبه. هو نجح معايا فعلا على الاندرويد 4، بس الجهاز منه بطيء جدا مش عارف اشرح عليه. انا هجرب على التليفون الشخصي بتاعي، هعمل نفس الخطوات، ادخل على الموقع عن طريق جوجل كروم وابدا اسحب من الشمال لليمين عشان انزل الملف، وهروح على مدير الملفات عندي وابدا اعمل سيت اب للابلكيشن اللي انا نزلته ده. هبدا اديله الصلاحيات زي ما انا شفت في الفيديو بالظبط. خلي بالك هنا انت بتكتب اليوزر نيم والباسورد بتاع الحساب اللي انت لسه مكريته او اللي انت لسه عامله على الموقع بتاعهم. بنكمل بنمشي على الخطوات اللي احنا شفناها في الفيديو القصير. كده احنا خلاص عملنا كل الخطوات. هبدأ اروح لللابتوب بتاعي او التليفون الاندرويد اللي انا هراقب منه او هعمل منه داشبورد واللي انا مكريت عليه الحساب. هو حسابي بالفعل مفتوح على الموقع، كل اللي انا هعمله هروح ادوس على ايقونة داشبورد. هنا بيبدأ يحمل وبيفتح لي كل الحاجات اللي على التليفون اللي انا براقبه. هنا على اليمين
بيقول لك حالة البطارية، بيقول لك الجي بي اس مفتوحة ولا مقفولة، الواي فاي. ونوع الجهاز واسم الجهاز. على اليمين تحت هتلاقي اللوكيشن بتاع التليفون، يعني هو فاتح من انهي منطقة بالظبط بكل دقة، وهتلاقي كل الرسائل على الشمال. طيب الفيتشرز كلها هتلاقيها على القايمة اللي على شمالك ديت، هتقدر تفتح اي حاجة انت محتاجها. على سبيل المثال ممكن تفتح الكونتاكس، جهات الاتصال بالكامل، تقدر تفتح جميع الرسائل المبعوثة، هتقدر تفتح الجهات الاتصال اللي اتصلت بيها واللي استقبلها، وتقدر تختار لوكيشن عشان تعرف موقع التليفون فين، لو دوست على الواي فاي هيطلع لك اسم الشبكة الواي فاي اللي هو متصل بيها، كل حاجة عن التليفون ده هتقدر تعرف. بس خلي بالك هنا لما بتيجي تدوس على السوشيال ابس، الواتس اب دوت بيبقى ليه برنامج خاص بيه، يعني النسخة اللي معايا دي هتفتح ماسنجر، فيسبوك، انستجرام، اي حاجة الا الواتس اب. الواتس اب ليه برنامج الشركة عاملاه لوحده وبترخيص لوحده. طبعا النسخة اللي معايا ما بتفتحش الواتس اب، بس بصراحة انا اصدقهم ان هو يفتحوا الواتس اب بكل سهولة، فعلا البرنامج بيفتح كل حاجة على الموبايل. من ايقونة كابشر سكرين شوت تقدر ان انت تاخد سكرين شوت للموبايل في الوقت الحالي، بس خلي بالك لو التليفون معمول له لوك، يعني مقفول متساب مثلا محدش شغال عليه، مش هيقدر ياخد سكرين شوت. انما لما مسكت التليفون وفتحته عملت اللوك، خد سكرين شوت وبعتها لي مفيش اي مشاكل. دي كلها مميزات انت هتقدر تستفاد بيها، وهسيبك ان انت تعيش في الفيتشرز والمميزات اللي بيقدمها البرنامج ده. ومن هنا بيقولك البرميشن تشيك، يعني تقدر تفحص كل الصلاحيات اللي البرنامج واخدها عن طريق ايقونة برميشن تشيك. انا بنصح بالبرنامج دوت في حالة لو انت عندك ابناء وعاوز ان انت تراقبهم، ما تقعدش كل شوية تاخد التليفونات منهم، انت من الموبايل بتاعك او من جهاز اللابتوب او البي سي تقدر ان انت تدخل وتشوف هما بيعملوا ايه في اي وقت ومن اي مكان. لو حابب تشتري البرنامج دوت هتلاقيني سايب لك رابط تحت الفيديو في شراء البرنامج دوت، هتلاقي الخطة الشهرية وخطة ربع سنوية وخطة سنوية. طبعا لو انت اشتريت البرنامج عن طريق الرابط اللي هسيبه لك تحت الفيديو، بكده انت بتدعم القناة عندنا. اتمنى لو انت هتشتري البرنامج ده تشتريه من الرابط اللي انا هسيبه لك اسفل الفيديو. كده احنا خلصنا فيديو النهاردة، ان شاء الله الفيديوهات اللي جاية هتكون قوية وعلى نفس المستوى، وانتظروا كل جديد على القناة عندنا ان شاء الله. وسبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.